أقبل صلاح الدين لينظر في الأسرى، وإذا به يجد بينهم الملك غيدو لوزينيان ملك مملكة بيت المقدس اللاتينية، ويجد أمامه أيضا رينو دو شاتيون الذي أقسم صلاح الدين أن يقتله بيده بعد أن فعل ما فعل في قوافل الحجاج وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البداية عندما بدأ اللقاء بينهم أمسك صلاح الدين بكأس من الماء ووضع معه ثلج في منتصف الصيف. لاحظوا التقنيات في ذلك الوقت، لا يوجد هناك في ذلك الوقت لا ثلاجات ولا غيره، لكن الثلج موجود في منتصف الصيف، فوضع له الثلج مع الماء وأعطاه ناوله للملك غيدو لوزينيان إشارة لإعطاء الأمان. فأمسك غيدو لوزينيان بالماء وشرب، ثم هو نفسه أعطى الكأس لرينو دو شاتيون، فقال له صلاح الدين: أنت الذي تسقيه، أما أنا فلم أعطه الماء كي يشرب، لأن شرب الماء إشارة إلى الأمان. فلما قال ذلك أيقن رينو دو شاتيون بالهلكة، فقال له صلاح الدين كلاما قاسيا وقرعه وذكره فعليا بوعده بأنه سيقتله بيده، ثم قال له: ها أنا ذا أنتصر لمحمد منك، وسحب سيفه وقطع رأسه على المحل. فأما الملك غيدو لوزينيان فقد ارتجف عندما رأى هذا المشهد وظن أن الدور سيكون عليه، فكان رد فعل صلاح الدين هو طمأنته، وقال له كلمة ذكرت في كتب التاريخ حيث قال: لم تجري عادة الملوك على قتل الملوك، إن الملوك لا تقتل الملوك، أما هذا فلقد غدر وفعل وفعل، ولذلك استحق ما حدث له. وأخذ هذا الملك سجينا، ثم أطلق سراحه بعد فترة طويلة.